شلومو من طول لبنان. من بعد ما حكينا على الكتابات السريانية، القسم الأول يلي بيعطي معلومات تاريخية، والقسم الثاني يلي هو بقلب جليلو يعني دويرة، القسم الثالث يلي هو بتتراغونوس يعني مربع، والقسم الرابع يلي هي الجملة أو الكتابة المتعلقة بالصليب. اليوم بدنا نشوف كيف بيكون محلهم على واجهة الكنيسة المارونية، وشو الدور يلي بتلعبه هالكتابة، وشو هن الرموز يلي متعلقين مع هيدي الكتابة وبفوتوا معها على الواجهة بكمبوزيسيون واحدة. منبلش مشوارنا بدير سيد الطميش المتن، وهون عم نشوف الكنيسة عليها عناصر مهمة يلي هي الصليب يلي على الباب وعلى الجرس، اللي هي الشباك المبروم يلي رح نشوف شوي شوي انه هو عم بيعطينا شكل ونور الاربان، والبوابة يلي هي عندها اهمية خاصة. منشوف انه كل الشغل والفن جاي على نص هالواجهة، على البوابة او على اكس عمودي، كل شي جاي عليه من الصليب للشباك المبروم للبوابة، ويمين وشمال ما بقى في شغل، في بساطة كاملة. واكيد بهيدا هيدا الاكس العمودي هون في عنا كمان الكتابة السريانية، حتى هون في اثنين. حنقرب ونشوف هالكتابة مثلا كيف هي، ومنلاحظ انه في دغري تحتها مبين صليب ومبين اثنين دويرات اللي هن شو، اللي هن الشمس والقمر، منقول شمشو وسهرو بالسرياني. هلأ رح نشوف ليش. وهيدي الكتابة في كمان صليب على اعلى شقفة منها، والكتابة جاية ببساطة كاملة ما فيها اي نوع من الزينة، وبالشكل وبالمضمون كمان، لانه اذا منروح على النص هلأ ومنقريبة هون بلش نشوف كيف في بساطة كمان بالمضمون. لله مجد دايما، سنة أولاف سمكات عين يعني 1670 عمر هيدا الدير المبارك برسم السيدة جبرايل متران حلب. شوف هون انه ما في اي نوع من التجميل او القاب زيادة، الناس بروح دغري على الفكرة، وعندنا بساطة حتى بشكل الاحرف وبكل شيء. بدنا نشوف هلا شوي شوي ليه هالبساطه رح تضل تلحقنا كل الوقت بالكتابات هيدي، تقريبا 100 كتابه يلي عم نشتغل عليهم. مشوارنا بياخذنا هلا على ريش مايا، على دير مار يوحنا المعمدان. عم ننقل من سنه 1670 ل 1686، وبنرجع بنلاحظ هون على هالاكس العمودي في عنا تحت البوابه عنا فوقه كتابه سريانيه، فوقه في عنا نور، نور الاربان، شباك هالمره منه مبروم، فوقه بيرجع في صلبين. ومنقرب بالصوره ومنلاحظ انه كمان مره الكتابه بساطه كامله ما في اي نوع من الزينة. نحن ب 1686 رح ننقل هلأ على بسرة بمنطقة جزين ب 1740، صرنا بالقرن 18، وهون بسيدة بسرة منرجع منشوف هالأكس العمودي، ومنشوف انه كيف في اهتمام خاص بالبوابة بالباب، كيف لون الحجر، نوع الحجر، شوية أنطرح فوق الباب، العتبة عليها صليب، ومنطلع بعد طلوع منلاقي كمان هالشباك هالنور، وعليه كمان صلبين وكمان كتابة. خلينا نقرب منه ونطلع كمان، ومنلاحظ انه فيها ثلاث صلبين يلي بمثلوا الجولجوتا، وتحت فيها الكتابة السريانية. جاي عنا أربعة سطور، عنا أول سطرين هن خط سرياني وتحتهم سطرين بالخط العربي. ليه هالحجرة بتهمنا كتير؟ لأنه إذا منطلع مزبوطة عليها عم نلاحظ انه في بساطة كاملة بالخط السرياني لأول سطرين، اما السطرين العربي يلي نفس الناحيات اشتغلون فيهم كتير فيرتيوزيتي، مهارة بالشغل، بفرجي انه هو عنده مهارة. معناه هون ما بقى حدا في يقول انه الكتابة بسيطة لانه ما كنا نعرف نعمل احسن، ولانه كنا فقرة، ما كان عنا حدا اشطر من هيك. هون على نفس الحجر منشوف انه كان يعرف يعمل، كان يقدر يعمل اكتر، بس كتابتنا السريانية بثقافتنا السريانية واللاهوت عنا هي بتمثل ميلتو. ميلتو يعني الكلمة، والكلمة هي الحقيقة يلي ما بتتزين وما بتحمل أي نوع من التجميل. مشان هيك عم نلاحظ هون هالخط السرياني يلي دايما عم بيكون بالبساطة
الكاملة. رح ننقل هلأ على المتن. قدمنا سنتين لقدام من 1740 ل 1742، وهيدي سيدة زكريت. نفس الشيء منشوف انه الواجهة بالبساطة الكاملة، وانه في كتير شغل على الباب. واذا منقرب كمان من هالباب ومنطلع منلاقي الكتابة السريانية كمان بساطة كاملة بالخط، ما في اي نوع زينة. وهون منقرأ انشأ هيدا المقام على اسم سيدتنا مريم اهالي زكريت سنة يلي بناسب هون بالسرياني 1742 بالشكل وبالمضمون بساطة كاملة. وهلا رح ننقل 1753 تقريبا بعد 10 سنين، صرنا بشوف بدبية كنيسة مار يوسف. منلاحظ كمان مرة البساطة الكاملة على كل الواجهة، أما الباب رح نقرب منه ونشوف هون الشغل يلي قدموه للرب. ومنلاقي الحجار الكنعانية الفينيقية حوالي الباب لا يعبروا عن أهمية الباب، ورح نشوف ليش هالباب عنده كتير أهمية، وبيحكي عنه إسفينوس دويهي، وبيحكي عنه بأشعيا قديش عنده رمزية الباب. هو يلي بدخلنا على المناولة، أول شيء أفقية بالقداس وبعدين عمودية، ومنطلع مزبوط ومنلاقي الصليب هون على العتبة، ومنشوف الخط السرياني على العتبة بكل بساطة. فوقه في بلاك بيضة بالخط العربي بس ما بهم. أما إذا منرجع على صورتنا منشوف الصليب على العتبة، منشوف الكتابة السريانية، وفوقها عنا كمان صلبين، وفوق في عنا شمشه وصهره، الشمس والقمر، وبالنص بين الشمس والقمر عنا رموز الأوخارستية، الكاس والقربانة. معني هون بلشوا يبينوا كل هالعناصر يلي بيمتماشوا مع الكتابة السريانية، ورح نبلش نكتشفهم شوي شوي ومعناتهم. بالصورة يلي بعدها منشوف هون البساطة الكاملة تبع الخط، قد ما كان في صور للقربان وللشمس وللقمر وللصليب مشغولين كتير منيح، بضل الخط بكل البساطة. هلأ رح نروح كمان سنتين، سنة ب 1755 بدلبتا بسيدة الحقلة. وهون بدلبتا منلاحظ الشغل كتير حوالي الباب، من عواميد من نحت حجر. وإذا قربنا كمان فوق الباب شو منشوف؟ منشوف الشغل يلي حوالي الكتابة السريانية. كمان مرة منقول إنه في عنا نحتين شاطرين كتير، في مهارة بالشغل، ما حدا بيقول ما بيعرفوا يشتغلوا، لأنه مبين هون حوالي الكتابة، مبين فوقها ورد كتاب. منلاحظ انه ما بتحمل اي نوع من الزينة والتجميل، بعدها هي الملتو، بعدها هي الكلمة بكل حقيقتها. وفوق على الراس عم نلاحظ فوق الزهور بيرجع ببين رموز الأوخارستية القربان. واذا قربنا من النص هلأ ومنقري، منلاحظ كمان مرة البساطة بالمضمون، لانه عم نقرأ المجد لله دايما، تشيد هيدا الهيكل. وكلمة هيكل كتير مهمة، لأنه السريان كلهم بيستعملوا كلمة عيدته للكنيسة، أما الموارنه بيقولوا بالسرياني هيكله وبالقرشوني هيكل، ودايما بيستعملوا هالكلمة. تشيد هيدا الهيكل المبارك على اسم سيدتنا مريم العذراء بأيام رئاسة السيد الباتريارك مار توبيا الخازن. ومنشوف كمان هون قديش النص عم بيكون بسيط وعم بيروح دغري على المعنى يلي بده يوصله، إن كان بالشكل أو بالمضمون. وهلأ رح نكفي مشوارنا سوا شي 10 سنين لقدام، سنة ب 1765 بدرعون كنيسة مار يوسف. هيدي كتير مهمة لإلنا، لأنه بلش يظهر عنا هون بموجب استعمال حجار من لون مختلف عن باقي الواجهة، عم بيّن عنا شكل هرمي. بلش ينرسم هلأ هرم، عم بيجمع هالهرم الباب مع الحجار الكنعانية الفينيقية يلي حواليه، يلي هي بتستعمل خصوصي لتعطي الأهمية تبع الباب يلي بيحكي عنا مار إسفينوس دويهي البطريارك وقت بجيب سيرة أشعيا بالكتاب المقدس. فوق هالباب عنا الصليب، وفوق الصليب الكتابة السريانية يلي ما بتتزين، وفوقها كمان شكل ونور القربان. ومنقرب كمان من الكتابة ومنلاحظ كمان مرة جديدة قديشة بسيطة وما بتحمل نوع أي نوع من الزينة. من 1765 رح نكفي ل 1769 ونرجع نروح على الشمال
لريش تعمود مرت مورا، وهون بنرجع بنشوف هالاكس العمودي اللي عليه كمان الباب والصليب والكتابة السريانية وشكل ونور الإربان، ومنقرب كمان مرة من الكتابة وبنرجع بنشوف قديشة بسيطة وما بتحمل أي تجميل. ورح نكفي هلأ، صرنا ب 1777 هون بدير مارجريوس الشهيد بالنعمة بشوف، وعنا الباب وعنا صليب وعنا كمان مرة هالشباك الأوكوليوس يعني المبروم، قربنا منه وشو منلاحظ انه هو عم بيحمل كل الرموز سوا. عنا هون الشمس والقمر باللون الأصفر، عنا حتى نجمة، عنا صلبين، وعنا الكتابة السريانية اللي هون مبينة واضحة على الشمال. وبالرغم عن كل الشطارة بالشغل، بعضها الكتابة السريانية ما فيها أي تجميل، وإذا قربنا وقريناها كمان منفهم العقلية، لأنه عم نقرأ حب الإله وحب العالم اختلف، ومن رام جمعهما قد ضل وانحرف. عم نشوف هون قديه السريان بشكل عام والموارنة خاصة بيبتعدوا عن كل شيء مادي على الأرض، ودايماً توجهاتهم لملكوت السماء، دايماً عم بيفرجوا هون بكتاباتهم قديش في ما فيهم يتفقوا الرب والعالم المادي. ومنكفي سوا هلأ ل 1797، يعني بعد بعشرين سنة صرنا ب 1797 بمعاد بلاد جبال بدير مر عبدة، وهون كمان مرة عم نشوف على هالآكس هيدا الباب والصليب، وفي الشمس والقمر على يمين وشمال الصليب، وفوقه الكتابة وفوقه شكل ونور الإربان. ومنقرب من النص كمان مرة ومنشوف هون الكتابة مع السنة مكتوبة بالعربي، وبترجع بتنكتب بالسرياني كمان حدا أولاف عين سودي زين، يعني 1797. ومنقرأ قد شيدت هيكل القديس مار عبدة الرهبنة اللبنانية، وبس عطينا المعلومات يلي مفروض يعطينا إياها مش أكتر من هيك. ورح نكفي كمان مشوارنا هلأ على مزرعة يشوع على كنيسة مرمرون. صرنا هلأ بالقرن 19، بأول قرن 19، 1814 تقريبا، ومنشوف هلأ هون قدامنا كنيسة مرمرون. الأكس هيدا العمودي عم بيعطينا البوابة مشغولة على الآخر مثل ما شايفين، باقي الواجهة ما في عليه أي نوع من الزينة. فوقها في شباك الأوكوليوس المبروم، وإذا منقرب هلأ من هذا الشباك منشوف أنه جمعنا سوا شكل ونور الإربان، الشباك المبروم، الصليب، شمشه وصهره، الشمس والقمر، والكتابة كمان السريانية يلي ما بتحمل زينة. ورح نكفي كمان مشوارنا هلأ نرجع نطلع لصوب أرطبة. صرنا بدير ماسيركيس وباخوس، صرنا ب 1830، وهون كمان على نفس الأكس عم نرجع نشوف البوابة والصليب والكتابة. ونقرب كمان ومنشوف هون على الحجرة قديش الكتابة بسيطة، ما عاد فيها حتى التسطير تحتها. نقرأ هلأ النص بالترانسكريبسيون هيدي ومنشوف قد كمل هيدا الهيكل المبارك على مار سيركيس وباخوس في زمان أبيان الخوري يوسف والخوري الياس، وبيعطيك السنة 1830. ومنكفي هلأ على القطارة دير مار شاليطة، سنة ب 1857، كمان عنا الشباك المبروم وعنا الصليب وعنا الباب. بس هون شغلة كتير مهمة، رح نقرب دغري من الباب لأن منشوف على العتبة كل العناصر صارت مجموعة على حجر واحد، يعني الإربان مبين واضح، والصليب وكاس الخمر والإربانة والكتابة السريانية اللي بتقول مارشاليطة من دون أي نوع من الزينة، يعني ملته وجسد ودم المسيح والصليب كلهم موجودين هون. وهالصورة هلأ بتخدنا على بكركة سنة ب 1890، وبنطلع لفوق وبنرجع منشوف كمان بالصورة هلأ الكتابة السريانية على ميلة اليمين. عشمال العربي عنده كتير حركة، عنده كتير مهارة بحركة الحرف، أما السرياني بعضه دايما بالبساطة. هيدا الإسترانجيلو كاغي، الإسترانجيلو المربع، يلي هو الإسترانجيلو يلي سميناه مرة الماروني.
وأكيد في شكل الدويرة وفي الصليب والعناصر يلي عم نحكي عنهم. ما في هون الإربين لأنه نحن هلأ مش عم مدخل الكنيسة، عم مدخل الدير. هلأ منجي على كفار صغوب كنيسة مار أوتيل 1776. هيدي بتهمنا كتير لأنه هلأ رح نبلش نشوف كل العناصر سوا تنبلش نقدر نفهمهم. رح نقرب شوي شوي. هيدي الحجرة يلي عليها الكتابة يلي نحن اعتبرها هلأ صارت هي الكلمة ملتو، وعليها تاريخ 1776. بس رح ننزل تحتها على الباب ونشوف هلأ على البوابة تاريخ تاني 1882. كتير بتهمنا هيدي الكتابة لأنه الباتريارك أسفينوس زوي حكينا عن أهمية الباب، ونحن من أول هالحلقة عم نحكي عن أهمية الباب، بس هون في البرهان لأنه محفورة مكتوبة على الباب هالأهمية وقت اللي بنقرأ هون: لتفتح أبوابك دايما ليلا ونهارا ولا تغلق. أشعيا 60:11 اللي بيحكي عنه الباتريارك دويهي وقت بيقول قديش لازم نهتم بشكل الباب تبع الكنيسة. وهيدي ترتيلة سريانية بكرروا لموارنة دايما وقت بيقولوا نتبتحون ترعايك، وهيدي الجملة نتبتحون ترعايك كرروا هني وحاملين جسد مار شربل ليلة عيد الميلاد. ومنكفي ومنقرأ تحت بنفس الصورة هون عم نشوف كمان هيدي ترانسكريبسيون عن اللي مكتوب على الباب، منشوف ادخلوا الى ديار الرب واسجدوا في هيكله. كمان فكرة الدخول هون كمان مزمور 5:8. ونحن بس نفوت على الكنيسة كل واحد بروح على الكنيسة بيعرف انه منرتل الفيتوخ قالو هو عيلات وكدوم بيم ديلوخ سجدات، كمان يعني على بيتك انا دخلت. هيدي كل اهمية الباب. وهالصورة هلأ يلي عم ننهي عليها اليوم بتخلينا نقرأ شكل الهرم يلي عم ببلش مع الحجار الكبيرة، أوقات بتكون كنعانية فينيقية وبترسم الباب وبتعطي هالعرض على الشقفة التحتانية، ومنطلع ببين عنا العناصر المهمة يلي هو الصليب والإربان أو الكاس وملتو الكلمة الكتابة السريانية، وفوق على الراس الشباك اللي هو نور الإربان، كلهم بيرسموا هالهرم يلي بيعطينا فكرة الصعود. هيدول هني النقاط يلي رح نحكي عنهم مرة الجاي لنقدر من خلالهم نحلل الفكرة اللاهوتية وخاصة السوتيريولوجي يعني لاهوت الخلاص يلي عم بيعبروا عنه الموارنة على واجهة كنيسهم يلي فيها الكتابات السريانية. تودي وشلومو وشينو من طول لبنان.